لما تقنع ابوك ان المدارس حرام. بابا انا مش رايح المدرسه دي تاني. ليه بقى يا روح امك؟ عشان المدرسه دي يا بابا حرام. ده اللي هو ازاي يعني؟ هقول لك يا بابا، هو المدرس في المدرسه بيشرح لنا ايه؟ بيشرح لكم المنهج. منهج؟ اعكس بقى كلمه المنهج دي. منهج جهنم. جهنم يا بابا. شفت بقى ان المدارس حرام؟ لا لا، بس ممكن تكون صدفه عادي يعني. طب انا هثبت لك تاني ان المدارس حرام. احنا بناخد في المدرسه كيمياء وفيزياء واحياء ورياضه. خد اول حرف من كل كلمه. كيمياء كاف، فيزياء فاء، احياء الالف، رياضه تبقى كفار. يا بابا هتبقى كفار. عرفت بقى ان المدارس حرام؟ لا اله الا الله، بيعلموا في المدارس الكفر. ادخل يلا الاوضه، ما تجليش في مدارس تانية. يلا من النهارده مفيش مدارس. ماشي يا بابا، انا رايح انام. ابقى علمهم كلهم ان مفيش مدارس في الصبح ومحدش يصحيني. انا هنام واصحى في المغرب باذن الله. ايه ده؟ مدارس ايه وزفت ايه؟ استغفر الله العظيم.